السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها: وزير الخارجية: توقيع إعلان التأييد خطوة مهمة ليست موجهة ضد أحد. السلام يجعلنا في موقع أقوى لمساندة الفلسطينيين. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: رئيس وزراء اليابان السابق: نقدر جهود الملكي في تعزيز قيم السلام والديمقراطية. مع احتساب الفائدة ورسوم التسجيل، المصرف المركزي: تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام الجاري. تخصيص المنطقة الشمالية الشرقية لاستخراج الرمال البحرية. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: العليا للثروات الطبيعية تطلع على مستجدات عمليات الاستكشاف وإنتاج الغاز. جامعة البحرين: انتظام 96% من الطلبة على منصة إدارة التعلم في أول يوم دراسي. وإلى صحيفة الوطن والتي بينت: تركي الفيصل: اتفاقيات البحرين والإمارات بشأن السلام حق سيادي. إني تجري دراسة لاستخراج النفط من القاطع البحري اثنين. إلى صحيفة الوطن، ونقرأ منها أن وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أصدر لائحة تراخيص تأجير المركبات للشركات والمؤسسات ومزاولة أنشطة تأجير المركبات، إذ لا يجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عن 16 عاماً. لفتت صحيفة الوطن أن معهد البحرين للتنمية السياسية أعلن عن إطلاق برنامج المهارات السياسية خلال الأسبوع المقبل، والذي يستهدف موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بهدف تنمية قدرات المشاركين الفنية والبحثية في المجال السياسي والدستوري. بقلم فاطمة خليل، نشر صحيفة الوطن مقالا بعنوان: الخليج العربي وإسرائيل، قواعد اللعبة تتغير. فإلى المقال: تواجه المنطقة العربية تحديات مهلكة تفرض خيارات استراتيجية مغايرة تماما عما كانت عليه في وقت سابق، وأصبح من الضرورة بمكان تغيير قواعد اللعبة للخروج منها بأفضل النتائج. من جهة أخرى، ورغم تلك التحديات العنيفة، يصر جلالة الملك حفظه الله على المضي قدما في مسيرة البناء والنماء والتمسك بالثوابت التي قامت عليها مملكة البحرين أرضا للسلام والتعايش، ما يجعل توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل أمرا غير مستغرب أبدا، إن كان ذلك سيفضي إلى إرساء دعائم السلام في المنطقة وضمان رفاه الشعوب. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة دعا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا أفراد المجتمع إلى تجنب التجمعات الأسبوعية. بعد لقاء وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني مع كتاب الرأي، خط الكاتب هشام الزياني مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان: وزير الخارجية ولقاء صريح حول ما يدور في الساحة اليوم. فإلى أبرز ما جاء في هذا النص. هذا اللقاء الذي جاء بعد أن وقعت البحرين مع إسرائيل اتفاقية التبادل الدبلوماسي، قال فيه الدكتور عبد اللطيف الزياني: إنني لدي توجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعقد لقاءات مع السلطة التشريعية ومن ثم مع رؤساء التحرير، وأن ألتقي الكتاب في الصحافة البحرينية.
أكد سعادة وزير الخارجية أن ما تحقق نابع من قيم ومبادئ الشعب البحريني المحب للسلام والتعايش، ونابع من أخلاقنا وقيمنا الأصيلة الثابتة على مر الزمن. وقد استعرض الوزير في البداية أهمية السلام للجميع، فقال إن هناك دولا كبرى أصبحت في أزمات كبيرة ولا أحد كان يتوقع ما حدث لها، وأن المصلحة الوطنية هي اليوم مع إرادة السلام. من هنا نقول إن الشارع يحتاج إلى أن تصل إليه رسالة واقعية صحيحة لما يحدث، وإذا كان هناك من لديه أفكار أو رأي آخر من دون أن يسمع رأيا واقعيا فسيبقى على رأيه، بينما الخطاب ينبغي أن يصل إلى الجميع بصورة واقعية. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن الدكتورة بدور بوحجي رئيسة مركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم أكدت أن المركز يستعد لتنفيذ حزمة من البرامج الإثرائية في مختلف مجالات الموهبة الأكاديمية والأدائية خلال العام الدراسي الجديد للطلبة الموهوبين في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك عبر المنصات الرقمية. من صحيفة الأيام نطالع أن مصرف البحرين المركزي أعلن استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية واحتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف خلال فترة التأجيل. بيّنت صحيفة الأيام أن كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية أعلنت عن فتح باب القبول في الكلية لدراسة برنامج البكالوريوس في الشريعة والعلوم الإسلامية اعتبارا من يوم أمس الأحد ولغاية يوم غد الثلاثاء. الخطر الأمني عنوان مقال في صحيفة الأيام للكاتب سعيد الحمد، فإلى المقال. منذ انقلاب خميني في عام 1979 والخطر الأمني على دول الخليج العربية يأخذ شكلا آخر من أشكال زعزعة الاستقرار التي استمرت طوال 4 عقود. باختصار، العدو الحقيقي الذي يترصدنا هو هذا النظام الذي رعى الخلايا النائمة ومول الجماعات والتيارات واحتضن الإرهابيين الهاربين من وجه العدالة بعد ارتكابهم لجرائمهم في بلادنا. كل هذه المعطيات والحيثيات والوقائع والشواهد جعلت شعب البحرين والشعوب الخليجية العربية تعمل بدأب على تحصين نفسها ووقاية أمنها واستقرارها من مؤامرات ومكائد وتدخلات هذا النظام. ننتقل إلى أبرز ما جاء في صحيفة البلاد، حيث ذكرت أن المقدم الطبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا دعا كافة الرياضيين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا حماية لأنفسهم ومن أجل الإنسانية، وتلبية لدناء الوطن وخدمة للمجتمع والإنسانية. بيّن صحيفة البلاد أن المحافظة الجنوبية أطلقت برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي الافتراضي عن بعد في نسخته الثانية للعام 2020 من خلال تقديم ورش عمل افتراضية ومرئية لرفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية لدى الناشئة بما يسهم في تأهيلهم للمسؤولية الأمنية والمجتمعية. وحول هذا الموضوع نشر صحيفة البلاد مقالا للكاتب أسامة الماجد والذي جاء بعنوان برنامج سمو المحافظ الاجتماعي الافتراضي خبرات وشجاعة للناشئة، فإلى المقال. أول برنامج أمني افتراضي للناشئة، نموذج راق جدا ومن نمط خاص
ليكون الأهل مطمئنين على أبنائهم في العملية التربوية والتواصل الأمني وخلق أرضية صلبة من ثقافة ومفهوم الشراكة المجتمعية، إضافة إلى معرفتهم بصد التحديات والأخطار المحدقة بهم من كل جانب. فالقضية برمتها تتعلق بالأسلوب والسلوك. إن هذا البرنامج السنوي الذي تقدمه المحافظة الجنوبية ويحظى بإقبال كبير من قبل أبناء المحافظة يسير ثورة العلم والتكنولوجيا، وسيكون مرشدا يمكنهم من استيعاب ما يقدم إليهم من معارف وتجارب عبر الورش الافتراضية والمرئية. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.